شخص يشاهد الأفلام مخلة بحجة التعلم كيف تتم العلاقة بين الزوجين. لا هذا لا يجوز، هذا كلام فاضي. هذا إن إنسان يطالع هذه الأفلام ليتعلم كيف يأتي زوجته وزوجته تتعلم كيف تأتيه، هذا لا يجوز. هل يرضى لأخواته أيضا يرين هذا حتى يتعلمن كيف يعاملن أزواجهن؟ تجتمع العائلة ترى هذه الأفلام، هذا أعوذ بالله، هذه الدياسة هذه. بل حدثني أحدهم أن ربما جلس الزوج وزوجته ينظران إلى هذه الأفلام حتى يتعلم كيف. استغفر الله يا ربي، القط يعرف عجام القطة، يعني هذه شيء فطري في الإنسان أنه يتعلم. تبي تسأل أمها وهو يسأل أبوه، خلاص انتهى الأمر. لا تصير قصة هذه، قضية إن كيف يجامع وكيف، قصة ما تستاهل. يعني مسألة أن مشاهدة أفلام قذرة هذه لمعرفة كيف الجماع، والله المستعان.